السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا أحبائي حبيبتي في فيديو جديد وصفة جديدة. واشكم بروك إن شاء الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر الفضيل الصحة والهنا والأجر الكثير يا ربي آمين. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نحضر معكم واحد الهلالات غزالين باللوز. إذا هاد الهلالات هشاش وخفاف ومكونات ديالهم بسيطة جدا، ويمكن لكم تحضرهم في آخر ساعة لوليداتكم ولا الأحباب ديالكم. إذا كنتمنى اللي مازال مشترك معنا يشترك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، واللي مازال مشترك واللي مشترك معنا ما يبخلش علينا باللايك ومشاهدة الفيديو حتى الأخير. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا كاس إلا ربع ديال اللوز، عندنا واحد كاس إلا ربع كذلك ديال النشا أو مايزينا، عندنا 125 غرام ديال الزبدة، شوية الملح، عندنا واحد الكاس ديال السكر كلاصي، وعندنا واحد الأصفر بيضة، 300 غرام ديال الطحين، وعندنا كذلك واحد الخميره ديال الحلويات بالاضافه الى واحد لافاني. هاد اللوز غادي خصنا نمسحوه مزيان بالغبره ونديروه نحمروه شويه ونطحنوه ونوجدوه. غادي نغربلو ناخذ الزبده ونغربلو عليها هذاك السكر كلاصي باش نحيدو منه هاد التكتيرات اللي فيه. غادي دابا نحاولوا نخلطوا هاد المكونات باش ما يكونش عندنا مشاكل مع الزبده. خاصها تكون دائما على حراره المطبخ، يعني تكون رطبه باش تسهل علينا الذوبان. اذا غادي نخلطوا مزيان السكر مع هاد الزبده هادي حتى يذوب لينا السكر تماما مع الزبده عاد باش نضيفوا المكونات الاخرى. اذا الان غادي نضيفوا كاس ديال الكاس الربع ديال الزيت، ودائما نطربوا مزيان فقط غير بيدينا. اذا نخلطوا او نطربوا بحال بحال باش يندمج لينا الزيت كذلك تماما مع الزبده والسكر. اذا هاد الحال في هذه المرحله هذه غادي ترجع لينا هاد المكونات بحال شي كريمه سائله. اذا هذه هي القوام اللي بغيناه يكون عندنا، ضروري تكون هاد الزبده هذه او هاد المكونات بحال شي بوماده في يدينا. دابا ضفنا واحد الكيس ديال لافاني باش يعطينا واحد النسمه لهاد الحلوه هادي. كذلك ضفنا واحد طريقة الملحه حتى هي كتعرفوا باش تكسر لينا الذوق ديال هاد الحلوه هادي. داك طريقة الملحه ضروريه. الان غادي نضيفوا واحد الاصفر ديال البيضه، خدينا بيضه كامله اصفر اضفناه والبيض احتفظنا به غادي نشتغلوا فيه به من بعد. اذا خلطت كلشي هاد المكونات كما قلنا. دائما كل ما نضيف واحد الماده كنخلط مزيان باش تنسى جملينا ينسجم كل شيء المكونات. شتو دابا كتشوفوا الخليط ديالنا صبح سائل ودابت لينا كل شيء المواد مع بعضياتها وانسجمت. الان يمكن لينا نضيفوا داك الكاس ديال اللوز اللي درناه اللي قلت لكم عليه خصنا نحمروه شويه ونطحنوه. دابا نضيفوه الان ونخلطوا حتى هو باش ينسجم لينا حتى هو مع هاد المكونات هذه. اذا نخلطوا مزيان كيف ما كتشوفوا اللوز طحناه مزيان. غادي نخلطوا نضيفوا نبداو نضيفوا المايزينا اللي عندنا. اذا نضيفوها حتى هي ونخلطوها لان المايزينا غادي تعطي لهاد الحلوه هذه واحد الهشاشه واحد الرطوبه كبيره. اذا نخلطوها مزيان. الان غادي نبداو نضيفوا في الطحين. قلنا عندنا 300 غرام مع هاد في هاد المرحله. يمكن ليا نضيف الخميره لان الخميره خصنا تضاف حتى لاخر لحظه مع الدقيق. اذا الان انا الدقيق كنضيفو بشويه بالتدريج ومع ذلك ونخلط باش فقط نجمع غير باليدين ديالي غير جمع العجينه ما ندلكهاش باش ما توليش ليا مطاطيه. خصني تكون فقط بحال شي صابلي عندنا. اذا غادي نخلط كلشي هاد المكونات هادي ونجمع مزيان العجينه حتى تجمع ليا وتولي ليا كويره واحده. اذا هادي كما كتشوفوا كنحاول نجمعها غير بشويه بالاصابع ديال اليد فقط حتى تجمع ليا. كما تلاحظوا هي جمعت ليا العجينه
وصبحت عندنا. شوفوا الرطبة ماشي قاسحة ماشي جارية بزاف، الآن يمكن ليا نتحكم فيها. غادي ناخدها ونعملها في واحد الكيس بلاستيكي أولا نغطيها على ما نبدأ نشتغل بها. غادي ناخد جوج ديال الأكياس بلاستيكية أولا واحد كيس بلاستيكي طويل، وغادي نحط فوقو هاد العجينة. ناخد شوية بشوية باش تسهل عليا الأمر. غادي نحاول نسرح شوية بيديا ثم نرد الكيس بلاستيكي على العجين، ونبقى هداك الساعة ناخد الدلاك ونسرح العجينة مزيان ونسويها. وبعد ذلك غادي ناخد نبدأ نعمل فيها الأشكال اللي بغيت. دي ملي شدت العجينة ديالي ماشي مسوية، نحاول ناخد تحيد الكيس البلاستيكي او الغطاء ونسوي مزيان، وداك الساعة نولي كذلك عاد نولي نسرحها مزيان باش تبسط ليا مزيان، لان الكيس البلاستيكي كيصاوب يساعدني في العمل بزاف. اذا الان صبحت جاهزة، فقط خديت واحد الكاس فقط وبديت كنعمل به هليلات. نحاول نعملها متساوية، واللي عنده المرشم ديال الهلالات يستعمل المرشم. انا فقط التبسيط للجميع، كاين الناس اللي ما عندهمش الهلال، كاين الناس اللي في اخر اللحظه الانسان باش ما يبقاش حد يقلب على الوسائل، احسن وسيله وهي الكاس. اذا نقطعوا بها هلالات ونحتفظ بهم، نعملهم في المول ديال الفران. اذا ما خصهمش يكونوا غلاط بزاف، وثاني ما خصهمش يكونوا رقاق بزاف، لان ما غادي نضيفوا لهم حتى شي حاجه، فقط غادي نزينهم في الشكل النهائي. اذا كيف ما كتشوفوا الان كملت الكميه اللي عندي. كما قلنا في الاول كانت عندنا واحد البيضه، خدينا فقط الاصفر ديالها، تبقى لينا البيض. كناخذو بهذه الفرشيطه كنحاولوا نطربو مزيان هذا البيض البيض، وبه غادي ناخذ واحد البانسو غادي نبقى نمسح او نغطي هاد الهليلات هذا بالاصفر بابيض البيض. اذا غادي ندهن كل هاد الهليلات او الهلالات، غادي ندهنهم. وبعد ذلك ملي غادي نكملهم او نبقى بالطرف بالطرف شويه شويه، انا كندهن وانا كنزين حتى نكمل. اذا غادي ناخذ شويه ديال اللوز افيلي، اذا وغادي نبقى نضيفو لهاد الحلوه هادي. نحاول نسوي مزيان الوجه باش تعطيني حلوه زوينه، وهكا حتى نكمل الاخير. من الاحسن الى حطينا فيها غادي تزل علينا في الاطراف هذاك الجزء الفيلي. اذا غادي نعطيو شويه الخاطر وغادي نحاول نزينو شويه بشويه حتى ننتهيو من العمل ديالنا. اذا العمل دائما خصو يكون متقن، باش يكون متقن دائما خصنا نعطيو له الخاطر باش نساليه ويعطينا واحد النتيجه زوينه. اذا انا نواصل مع هذا العمل ديالي حتى نساليه. بعد ذلك غادي ناخذ هذه الصينيه هذه وغادي نعملها واحد في الفرن يكون شويه سخون، ولكن ملي كتكون الحلوه طيب كننقص النار، كتكون النار مهيله وفقط من الاسفل باش ما تحرق ليش، باش اولا يطيب لي الحلوه مزيان وتحمر، وثانيا باش ما تحرق ليش، لان الا عطيتها النار شويه مجهده ضروري غادي تحرق ليا. انا بعد ما كملت هذا الشيء هذا غادي نديرو في الفران يطيب، وغادي تشوفوه ملي غادي يكون جاهز. اذا هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها. كيف ما كتشوفوا جا الحلوه ديالنا جات حمراء مذهبه ما جاتش محروقه، هذه هي النتائج اللي بغينا. اذا نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم والحلوه كذلك، ونتمنى تشاركوه في ديوركم مع وليداتكم لهذه المناسبه الغاليه اللي هي عيد الاضحى المبارك، او لا كتستعملوه كدوازتي لعائلتكم ولاحبابكم. وهو سهل، وحتى البناجه ما شاء الله جات جابنين وجا هشيش لواحد الدرجه ما تصوروش، خصوصا ان فيه المايزينا. اذا نتمنى اللي مازال ما اشترك معنا يشترك معنا ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، ما تبخلوش علينا باللايكات. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.